احنا المحتصمين من اهالي المثنى، محافظة المثنى، المتظاهرين المتجمعين وقاعدين بالشمس وبالعطش وبالحار، لان احنا ما طلعنا من نريد نتونس او نريد نسوي لنا شغله هيك اعلاميه، احنا ناس طلعنا من ضيمنا، ضيم اللي سدع علينا ما سدع على بشر بالكره الارضيه. الخدمات كلها مفقوده ببكرة ابيها، ما تسال وحده عن خدمات. حكومه صار لها 15 سنه كل شيء ما مسويه. عاجزه عن توفر ماي، حكومه 15 سنه عاجز عن يوفر ماي، عاجز عن يوفر كهرباء، عاجز يوفر وجبه غذائيه، عاجز يوفر صحه للمواطن، عاجز اي شيء ما تملكه من هالحكومه وتحس بان عندك حكومه خادمتك وتتنوع لها مثل ما تتنوع لرب العالمين، ماكو. احنا طقت قلوبنا واهل السماوه انهاروا وقاموا من ضيمهم اللي يبيع علاليق والقاموا يجدي والقاموا يريد الموت بعد يو موت يو حياه يو يسوون لنا شاره. الحكومه هاي الى ما تسوي لنا شاره وتتجاوب بيانه، اول وحده العبادي السيد العبادي الى حاسبه هو حكومه واحنا شعب، يودينا ممثل حد الباب ويرجع. ما يقول هاي المتظاهرين ولادي جابر الاحمد الصباح تفجرت حسينيه شيعيه بالكويت، اجى حافي يركض قال ولادي ذولا ماتوا، ولادي ماتوا راحوا وجا يركض حافي. يا اخي شو القضيه؟ انت متكبر، انت متكبر يو حاقد علينا، انت واحده، انت واحده من عدهن، واحده من عدهن، يا انت متكبر يا انت حاقد علينا، ما تريد وجوهنا، واحده من عدهن. الى ما تريد وجوهنا بيعنا، شوف لك دوله عليها وبيعنا احنا وسماوتنا كلها، بيعنا عمي، خل الدول تجينا تودينا لجوء مثل ما كنت انت بالخارج، خلنا احنا نطلع بالخارج. هذا الشعب كله ميت، ما تخافون الله؟ ما عندكم رحمه؟ مو اسلاميين انتم؟ شنو الاسلام اللي هسه نحس بيه؟ شو الباقي على نريد لنا واحد منكم نشتكي عنده؟ مو حرام وماكو؟ تصيح انت الفساد الفساد، وين الفساد الكافحته يا اخي؟ جبت لك واحد ذبيته بالسجين، حاسبت لك واحد باك، حتى اللي نحاسبه احنا نشهد عليه ونوديه للمحكمه تطلعونه. يا اخي كافي طقت قلوبنا، يا معود طقت قلوبنا، يا تستغيل وتقول ما دبره وخل واحد غيرك يدبره. يو عندك اطلع لمحافظاتك يوم يوم كل يوم محافظه قول لهم اعطوني مجال، اعطوني 10 ايام خلوني اشكل حكومه، خلوني ضايقت انا انهارت علي. ماكو واحد عمي هسه بيته محترج وظل نايم، هم يكض له سطل وي العالم يطفي، شو القضيه؟ انت تتعلم؟ ابو الاردن هذا معيش له شعب يمك، ابو الاردن معيش له شعب ما عنده لا نفط ولا غاز، يجيب من الدول ويحط بحلقه، يستعطي من الدول ويحط بحلق الاردن، احسن عندهم كرامه احسن من عندنا. احنا فقدنا الكرامه وفقدنا الحياه وفقدنا كل شيء بالعراق. عمي لا ما تسوي لنا شاره ترى احنا منتهين وياكم. كافي كافي كافي. وثيم الله. بلدنا انهار من الفساد واحنا ناس على الفطره طلعنا، هاي اولاد السماوه، شباب السماوه، تعيين ماكو، فرص عمل ماكو، مي اساله لوجهك ماكو. صاركم 15 سنه يا اخي يا سيد العبادي، 15 سنه عاجز ما تقدم لبلدك شيء. احنا نريد نسوي لنا بصمه يكتبها التاريخ، شلون عبد الكريم قاسم كتب للتاريخ. نريد وطنيه، وطنيه من عندك. الوطنية تحارب لنا الفساد، مؤسسات الدولة انهارت، زين فوضت فساد، فوضت فساد. يا أخي إحنا نترجاك، نترجى المسؤولين، نترجى كل إنسان شريف وعنده وطنية تقدم لنا شيء لبلدنا. بلدنا وشبابنا تعبانين، فرص عمل ماكو، كهرباء ماكو، مي إسالة ماكو، مي زراعة ماكو، الوجبة قطعوها أكثر هيك ما نقدر نحكي وياك. إحنا ناس محتصمين هنا وبعد 3 أيام نعطيكم مهلة، وورا 3 أيام عصيان مدني.
عصيان مدني. مطالبنا هي بالكات اللي هم حارميننا بعدها سنين، وهي محاربة الفساد. والفساد بدايته ونهايته بهم. ما حدث بالسماوي من ضرب المتظاهرين واغتيال، أنا أقول اغتيال وقتل خيرة شباب المعتصمين، حدث نتيجة قائد الشرطة ومجلس الاستخبارات وقائد قوات الرافدين. مطالبنا بإقالتهم، وهاي بسيطة، كلش بسيطة عند الحكومة لازم تنفذها، بس احنا نقول هالحكومة قاعد يكذبون. انتم ابسط شيء خيمة فجوا اللاهب لشبابنا وشيابنا ما يقبلون دخله، فشلون راح يحققون المطالب؟ مطالبنا الاخرى هاي الآنية، مطالبنا الاخرى هي مطالب جايات، ولا هي تعديل الدستور، الغاء مجالس المحافظات، يبقى البرلماني، الحكم البرلماني. ليش؟ لان هو رئاسي او برلماني هو صحيح، ولكن الاليات والناس اللي قايمين عليه فاسد، رئاسي فاسد، برلماني نفس الشيء. اذا هم الفساد اهم نقطه اللي نواجهها. بالنسبه لدول الجوار اوجه لهم كلام واقول لهم يا ناس عفونا، اللي صار بالعراق ما صاير بتاريخ الدنيا. هذا الشعب تاذى من وراكم، هذا الشعب فقد خيرة أبناء من وراكم، هذا الشعب البيئة ما تتحط من وراكم، ثروات النهبت من وراكم. فأرجوكم أرجوكم لا تدخلون، وأنتم يا ناس لا تدخلون الباقين والفازين من دول الجوار بشؤونكم. ابتداءً طبعا نوجه عتب شديد للاعلام، لان اعتصامات محافظه المثنى اعتصامات مظلومه، وهي الوحيده اللي مارست القانون الاعتصامات قانونيه ضمن الدستور العراقي من ماده 38. يعني نتعجب من كل القنوات، يعني الا ما ادري يعني قناتكم او القنوات قليله اللي قاعده تركز الاعلام على الموضوع. اولا الشغله الثانيه بعد مطالب المعتصمين هي اقاله الفاسدين. طبعا هذا الموضوع لا لقينا الاستجابه لا من الحكومه المركزيه ولا من الحكومه المحليه، سواء مجلس المحافظه متصارع فيما بينه. طبعا هناك قتل من المتظاهرين، هناك خرق امني كان يطالب باقاله القاده الامنيين، مدراء الدوائر الفاسدين، اقاله المحافظ. كل هذه القضايا طرحت على مجلس محافظه وطرحناها تحريريا، طبعا طلبات المعتصمين سلمت لهم، لكن مجلس المحافظه عاجز هذا. لذلك مطالبه بحل مجالس المحافظات هسه، حتى وان كان البرلمان بعد ما مفعل، نطالب حل مجالس المحافظات واللي هي حلقه زائده وطبعا وهي طبعا مصدر الفساد. ثانيا هنا طبعا ساحات الاعتصام كانت هناك تدخلات، لكن رفضوا المعتصمين اي تدخلات سواء كانت حزبيه او عشائريه. لكن اكو صبر، يعني لازم صبر الى حد، صبر المعتصمين الى حد. يعني ماذا تريد الحكومه السماوه او الحكومه المركزيه؟ هل تريد عصيان مدني؟ العصيان المدني معناها احتكاك مع القوات الامنيه، معناها الدوائر ما تداوم. فاحنا نرجو من الحكومه المركزيه والحكومه المحليه الاستجابه لمطالب المتظاهرين استجابه سريعه حتى لا ينفذ هذا وتؤول الامور الى ما لا تحمد عقبه، ونرجو ذلك الاستجابه تكون سريعه. وطبعا هناك احنا يعني لحد هاي اللحظه لم نجد اي وفد او اي اهتمام للمعتصامات، وكانما شيء لم يكن او يعني صار عاديه بمحافظه المثنى. لذا طبعا كان اليوم المفروض يكون عصيان مدني، لكن القائمين على الاعتصامات اجلوا الموضوع، واعتقد يعني خلال يومين ثلاثه لازم الاعتصامات هاي لازم يكون لها نهايه. فلذلك نرجو من الحكومه المركزيه والحكومه المحليه اتخاذ قرارات بهذا الموضوع واستجابه لمطالب المعتصمين، وهي اقل فساد. تدخلات الأحزاب حاولت أن تتدخل قلت لك، لكن رفضت من المعتصمين أي حزب أو تدخل عشائري أو قضايا للتوسط للفاسدين، طبعا كان مرفوض. الله يبارك بكم. شوف التدخلات الخارجية هي سبب دمار العراق. يوم تلاحظ حتى تشكيل الحكومة بين إيران بين تركيا بين السعودية بين الكويت بين أمريكا هي سبب دمار المحاصصة والتدخلات الخارجية. طبعا احنا نرفض هذا الشيء رفض قاطع. طبعا مطالبنا الرئيسية طبعا هي تعديل الدستور، قلت لك حل مجالس المحافظات هاي الحلقة الزائدة. طبعا النظام مثل ما حكى الدكتور قبلي، النظام البرلماني أو الرئاسي إذا كان فاسدين طبعا هو فاشل بالحالتين. إذا محاربة الفساد محاربة طبعا هي الأساس، أساس المشاكل العراقية هو الفساد.
الفساد. فذاك حتى مثل ما قالت المرجعية يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم أو الرئيس القادم يكون قوي ويحاسب الفاسدين. وتعرف أنت الفاسدين أين يختبون؟ يختبون داخل الأحزاب، أحزابنا هي سبب مشاكلنا، ولذلك نحن نطالب محاسبة الفاسدين بشدة. الله يبارك بكم، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالك الشق الأول بأن المظاهرات مسيسة من خارج البلاد، هاي معلومة خاطئة ومو صحيحة. احنا ناس عراقيين، وبالذات محافظة المثنى محافظة معروفة زعماها وعشائرها بنحجيهم. الشخص اللي تمتد ايده للخارج هذا مو منه ولا نتعامل وياه. احنا ناس طلعتنا الفطرة ندافع عن حقوقنا المشروعة اللي كفلها الدستور العراقي. احنا بالنسبة للخارج واللي يريد ياخذ من الخارج هذا ما يمثلنا ولا تمثلنا الجهة بالخارج اللي بعض الناس تقصدها وانت تريد تستفسر عنها. ذولا ما يشرفوننا ولا نتعامل وياهم. مطالبنا ناس، احنا شوف مطالبنا مو خفية على الدولة العراقية ولا خفية، قصدي على خفية على مجلس الوزراء او على مجلس النواب، هم يعرفونها كل زين. بس مع الاسف الاسقط ما جاية تصغي الحكومة المركزية. اولا احنا عندنا مطالب حال المحافظات، هاي الناس اللي قاعدة هنا تريد فرص عمل، اكثرهم طلبة متخرجين جاي يشتغلون بيومية ما توكل عائلته خبز. ماكو عمل. متخرج دكتور يشتغل يومي 15 مرات ما يحصلهن. بدال ما تطلع ابن رفحة ها مليارات وياخذها لغير دول، خب اطي قسم منها للطالب هذا اللي درس ووصل مراحل. فمحل الشاهد يا استاذ العزيز، احنا نقول الدستور العراقي كتبته ايادي عراقي. احنا ما نريد نقول نريد ننسف العملية السياسية ولا نريد ناخذ كرسي بالحكومة. احنا عندنا مطالب. احنا هسه مثلا ما من المعقول الشخص اللي يمثلني وهو عضو مجلس برلمان او رئيس وزراء عنده مستشارين، هي الأجوج الوضع شنو؟ أنا أفول سيارتي ب50,000، مو البنزين مشتقاته، قصد المشتقات النفطية مأخوذة من أرض العراق. بدال ما تفول سيارتي ب50,000 فولها ب15. هذا التاجر ليش غلى البضاعة؟ يروح لبغداد ويجي للمثنى، بدال ما الكروة تصير ب500 راح هذا المبلغ يوزع على باقي القطاع يغلى، عرفت؟ ويصير أنا المواطن ما عندي دخل أشتري. لو هذا النفط العفو البنزين ومشتقاته أسعاره بسيطة مثل قبل هواية تفرق للمسكين. شوف أستاذ الفاضل، أنت ابن محافظتي وتعرف أهل السماوة وتاريخهم العريق بثورة 20. إحنا هاي الفترة قاعدين بالشميس وتظاهرنا 4 مرات أو 5 مرات وكانت مظاهرات عارمة، لكن الحكومة المركزية توصل لها الحكومة المحلية يا بذولا يظاهرون ساعة ساعتين ونشول أهلهم. احنا احتصمنا 10 أيام ورا ال10 أيام يعلمون هم الحكومة المركزية بنحكيهم، إذا رادوا شيء ينفذونه والتاريخ كاتب لهم أمجاد واسطورات. احنا أمس داعش من الردة ردوا العراقيين، بس السطوة المن لابن حشيم بعشيرة واحدة مثل صارت للعراقيين، قدمت 1700 شهيد دافعت، عرفت؟ عن 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 كراسي ذول الفاسدين. لا والله مو نشادين عليهم، عن ديننا احنا 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 عن ديننا وطننا وعرضنا. احنا محل الشاهد نقول احنا هذا البلاد ضحينا عليه دماء مثل ما ضحيت على بلدي. المفروض اللي مسؤولين ها يقدمون لي خدمة. هي هذا البلد اللي ضحينا عليه؟ هذا يتظاهر صار له 9 أيام بالشميس؟ هذا يريد يرسم مستقبله، يريد يعيش عيشة حرة، ليش يبيع لاليك؟ ليش يبيع كلينس بالتقاطعات؟ هذا النفط والخيرات يبيعون لاليك أولادنا وكلينس لازمين الشوارع؟ يقبل
رئيس الوزراء او واحد من اعضاء مجلس النواب اولاده يبيعون كلينس بالشارع؟ احنا اكو مثل عراقي يقول احنا كل احنا ناكل بصحة، لو كل احنا ناكل بي لو كل احنا نشفي. والله انا بالمساء المدير ايش يقول؟ مدير المساء هذا اقصد له، يقول كل طالب يعطيني 250 الله امتحنه، ليش؟ انت متابع للحكومه اخوي، الحكومه كل شيء، لا ماي لا كهرباء، احنا ايش نريد من الحكومه؟ بس شيء هاي يطالبونه من الحكومه، هسه اللي بروح غير دولي، ها ما تحقق لنا كل شيء، تحقق لنا اللي بغير دولي. اولا المعاناة بصورة واضحة ما يحتاج لها شرح. معاناة مين تريد تحسبها؟ لا كهرباء، لا ماء، لا خدمات يعني عامة، بالنسبة للشيء واضح هذا. وبالنسبة للشيوخ العشائر اللي تسأل عنهم وتحكي عنهم، الشيوخ اللي راحوا هذول الشيوخ يدورون مصلحة شخصية كشخص معين. هذا ماشي يدور مصلحته. مصلحته بصورة خاصة يعني ما يتنوع بصورة عامة انه هذا المجتمع محتاج شيء، هاي الناس المتظاهرين شنو وضعهم؟ فكر مصلحته اولا. يعني هذا اللي يعوف دم شهداء ذولا راحوا شنو ذنبهم؟ انت رايح للعبادي، اللي يروح للعبادي معناها شنو؟ معناها قال انا مستقر. اذا انت تروح وين؟ محافظ المثنى. محافظ المثنى هو الاساس، يعني هو الاساس المفروض. يعني انا اذا رحت وين؟ محافظ المثنى معناها انا مأيدك، معناها انت جيد جدا، مقبول بالمجتمع، مقبول حتى عند رب العالمين. اذا رحت انت شيخ العشيره، اذا واجهت المجتمع نعتبره احنا اليوم، ويروح للعبادي وي المحافظ وي رئيس مجلس المحافظة أخوي، يعني شي قل له مثلا، معناها احنا أمورنا زينة، محافظنا جيد، ماكو فايدة. وأمانة توصل هاي الرسالة. مطالب هاي الناس المتظاهرة على مود الفساد. الفساد المستشري بالمحافظة من 2003 لحد الآن دمر الناس. يعني هسا اللي من 2003 المسؤولين يتعاقبون نفسهم كل 4 سنوات نفسهم، استحواذ على السلطة وعلى المال. احنا هسا بمحافظة المثنى أول محافظة بالعراق بالفساد، فنطالب رئاسة الوزراء انه تشكل لجنة وتجي تقضي على الفاسدين عن طريق الرقابة المالية، المفتش العام، هواية عندها طرق وعندها ملفات موجودة، وعلى أي شخصية تثبت عليها فساد لازم تحاسب. احنا معتصمين متظاهرين السماوة، انا احكي لك عن متظاهرين السماوة، عشائر وشيوخ ووجهاء ومثقفين ومحامين وطلاب مدارس، يعني أي كلهم معتصمين قاعدين هنا بالمظاهرات. احنا طلباتنا نريد إقالة مدير الكهرباء ومدير الشرطة والمحافظ، 3 طلبات عندنا ذني اول ما يتنفذ اسمه. اعتصاماتنا يعني ما اعتصاماتنا ولا اسمه الا يتنفذ ذن مطالبنا. عمي محافظة سماوة منكوبة، ما حد يسولف لها، حتى المندوبة هسه اليوم لقيت من العبادي حتى السياج ورجعت. قلنا لها نريد خيمة للمتظاهرين اسمه واقفين بالشمس، قالت لا اعطونا طلباتكم وانا اعرضهن للعبادي والعبادي ينفذن لكم. احنا ما نريد تنفيذ، احنا لسان بحلق العبادي، قناة قبل 5 ايام انا سامعه اعطى 5000 فرصة عمل للسماوة، قالت نفذت للسماوة اسمه ما تنفذت. فاحنا نظل معتصمين
ولا نتحرك، شوف المتظاهر السماوة ولا نتحرك من هذا المكان إلا يتنفذ مطالب السماوة، يعني نتيجة حقيقة يعني نفذولهن. أول نقطة أساسية إحنا ندعو جميع المتظاهرين والمعتصمين أخواننا منعاً باتاً التجاوز على الشرطة أو الدفاع أو أي دائرة حكومية. اثنين، إحنا هاي يومياً معتصمين، نريد نسأل عندنا مجلس محافظة ولا وين أعضاء مجلس المحافظة؟ وين من دقيقة لا أحد يحكي، وين مجلس محافظة؟ وين أعضاء مجلس محافظة؟ وينهم المحافظ؟ وينه؟ ها الدولة وين هالدولة؟ إحنا عندنا دولة ولا ها دولة عندنا ولا ما عندنا دولة؟ عمي إحنا ما عندنا دولة. إحنا أمس تدرون السواو أول نقطة أساسية قطعوا الماي نهار كامل ما طبلة للمتظاهرين. اثنين، اجتنا غراض مال طبخ من الرميثة، حزوا السيارة وهسه الغراض بالمركز. هذا ما مقبول الحكي، ما نقبله أبدا. إحنا كشيوخ عشاير ما نقبله أبدا قطعا. هاي الحكومة ما تمثلنا، هاي الحكومة فاسدة. باسمي وباسم جميع المعتصمين والمتظاهرين في محافظة المثنى، طبعا أول شيء احنا نحكي باسم جميع المعتصمين والمتظاهرين من محافظة المثنى، وبالخصوص باسم الشباب الخريجين من محافظة المثنى الذي يعني اللي يتخرجون بالآلاف كل عام بدون فرص عمل أو حتى تعيينات أو حتى أقل الحلول توفير مخصصات مالية لهم. طبعا احنا أول شيء مطالبنا العامة الخاصة بالمحافظة هي تتمثل بحل البرلمان العراقي وحل المجالس المحافظات وإقالة المحافظ، وهذه الحلقات الزائدة التي أثرت على ميزانية الدولة، إضافة إلى عدد من القوانين اللي أرهقت كاهل الدولة اللي تتمثل بقانون رفحاء وقانون السجناء السياسيين وغيرها من القوانين اللي أثرت على الدولة. طبعا احنا اعتصاماتنا تدخل اليوم الثامن على التوالي ودون أي استجابة من الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية وحتى الحكومة المحلية وبدون أي استجابات أخرى. طبعا مطالبنا العامة اللي طرحناها معروفة لجميع المتظاهرين والمعتصمين وجميع الشرفاء من أبناء المحافظة ومن أبناء محافظات العراق المنتفضة جميعا. مطالبنا بالخصوص كخريجي محافظة المثنى حالنا أو أسوة بجميع المطالب المعتصمين المتظاهرين هي إيجاد فرص العمل للخريجين. طبعا الخريج دائما يتراود في عقله فكرة أنه متى يكون للخريج من الخريجون من حملة شهادات جامعية كيان في مجتمعهم، بحيث بعد 16 عام من الدراسة والتعب والجهد وصرف الأموال من العوائل من عوائلهم الكادحة في هذه الحياة الصعبة، فأمنياتنا أنه تتحقق مطالبنا ولو بشيء بسيط وهو إيجاد فرص العمل أو حتى تعيينات بكل نزاهة وشفافية وبدون تحزب. إضافة إلى ذلك كأقل الحلول أو إشراكهم في رواتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. طبعا الاعتصام راح يتطور الامر، اذا في حاله عدم الاستجابه فراح يتحول مهله اعتقد بقت من عندها 3 ايام وتحول الى عصيان مدني مشروع بعد مسانده المرجعيه الدينيه العليا في النجف للمتظاهرين، والمطالباتنا بايجاد حلول سريعه وليس حلول ترقيعيه لمطالب جميع المعتصمين وبالخصوص اللي احنا نمثل الشباب الخريجين من محافظة المثنى. طبعا نرفض جميع التدخلات الخارجية سواء كانت من أمريكا أو من إيران أو السعودية أو غيرها من البلدان اللي دائما تدخل في شؤون العراق، فهذا الأمر احنا رفض قاطع، رفضوا المعتصمين ورفضوا أيضا كل تدخلات عشائرية متحزبة وليس عشائرية مخلصة اللي شاركوا مع المعتصمين والمتظاهرين في ساحة الاعتصامات في محافظة المثنى. صراحة المضايقات اللي بدت يعني فقط أول أيام يعني وصلت الأمر أنه من السيد المحافظ وقائد الشرطة بإلغاء أو بمنع المياه والأكل على المعتصمين، وهذا الأمر يعني يتراود في أذهاننا أنه رجعت أيام واقعة الطف، يعني كارثة كبرى أنه تمنع المياه، ولكن بسبب الشرفاء من أبناء المحافظة من المواكب الحسينية مشكورين طبعا ودعم بعض من رجال المحافظة الشرفاء في توفير المياه والأكل وكافة مستلزمات المعتصمين والمتظاهرين.
الطريقه الطريقه اولا احنا شباب المثنى شباب خريجين عاطلين عن العمل، خرجنا نطالب بحقوقنا منذ 8 ايام طبعا بهذا الاعتصام بساحة الاحتفالات داخل مركز محافظة المثنى. طبعا احنا حقوقنا مشروعة وحقوق يعني جدا بسيطة، احنا ما طالبنا اكثر من حقنا، احنا ابناء هذا البلد درسنا 16 سنة وتعبنا بهذا البلد وصرفنا، فنريد جزاء حقنا، احنا نريد نخدم هذا البلد يعني خلال 16 سنة دراسة وين يعني شنو نتائجها؟ نتيجتها انه غير نتعين نخدم هذا البلد، فلذلك احنا خرجنا نطالب بحقوقنا اللي هي ابسط شيء هي التعيين او تفعيل القوانين اللي قررها البرلمان بس الحكومة ما فعلتها، مثلا قانون صندوق دعم الخريجين اللي يوفر راتب 250 ألف دينار لكل خريج وراتب شهري او يمنح قرض للخريج لفتح مشاريع متوسطة أو صغيرة، أو والقانون الثاني هو قانون الخدمة الاتحادية، قانون مجلس الخدمة الاتحادية اللي يبعد التدخلات الخارجية في شؤون التعيينات الخريجين بعيدا عن الأحزاب والمحسوبية والقبلية وغيرها. فهي هاي مطالبنا منذ 8 أيام، هاي مطالب الخريجين بشكل خاص، أما مطالبنا احنا كمعتصمين بشكل عام، احنا أولا مطالبنا تقديم الفاسدين إلى القضاء واسترداد الأموال المسروقة، مو خلال مثلا حكم هذا المحافظ فقط، لا المحافظ قبله واللي خلال الفترة من 2003 لحد الآن، استرداد الأموال المسروقة وتقديم الفاسدين إلى القضاء وتوفير فرص عمل بشكل عام للخريجين والعاطلين بشكل عام، وثالثا وتوفير أبسط حقوقنا اللي هي الكهرباء والماء. أعتقد يعني بسنة 2018 قليل تلقى ناس ما عندها كهرباء وماء بدول العالم، فضلا عن احنا بلد نفط وبلد غني يعني جدا الموارد الطبيعيه من نفط وغاز وغيرها. كانت المضايقات فقط اول فتره، المضايقات كانت عبر منع دخول المياه الى ساحه الاحتفالات، وثانيا كان منع دخول الخيام اللي هي لحد الان الخيام 8 ايام المعتصمين يعتصمون داخل الساحه بدون خيم تحت اشعه الشمس الحارقه، درجه الحراره هنا توصل فوق ال 45 درجه مئويه، المعتصمين هنا صابرين خلال 8 ايام وان شاء الله مستمرين لحد تحقيق المطالب، وان شاء الله الاعتصام يعني مو مثلا هي خطوات تدريجيه، اولا بدات بمظاهره بعدين تحولت الى اعتصام تلبيه لخطاب المرجعيه، فاللي قالوا المظاهرات خطوات المظاهرات تدرج من مظاهره الى اعتصام من اعتصام الى عصيان مدني ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي، ومنها بعد الله يكرم. احنا بالنسبة لنا صار لنا 15 سنة ما نريد ماي ولا نريد كهرباء، نريد وطن اسمه العراق، ذولا انتزعوا الوطنية مالتنا، العراق راح انتهى بعد ماكو ماي كهرباء 15 سنة صار لنا. شوف اسولف لك سالفة، انا بالنسبة لي اعوذ بالله من كلمة انا نايب ضابط بالجيش، هسا انا نايب ضابط صارت بال 2003 انحلال الجيش، ودوا علينا تعالوا انتم النواب ضباط وانتم الضباط لكم من الامم المتحده كذا مبلغ كل شهرين 250 بالنسبه لنا الضابط رحم الله والديك. 2003 2004 قلت لهم انا لبست بالحرس الوطني بال 2004 شهر الثاني، قالوا ها ما يصير نعطيك راتبين، انتم انا جاي ابلغكم 2004 2005 2006 2007 2008 طبعا سارين علي الفلوس المقابل النائب ضابط المسؤول
ياخذني يحطني بجيبه. طلع علي 2,665,000. زين انا ما ماخذ، شاهد الله ما ماخذ. زين هاي المليون يقول لي والله انا اريد منك ابو شؤون المحاربين تعطي 2,665,000، انا منين اعطيك؟ زين انا ما باخذن. يعني ما اخذن باسمك هو؟ هم المقابيلة ما اخذن باسمي. زين انا المنا سوليف طلعت لجنه، وين اللجنه راحت؟ راحت المصرف الرافج الرشيد. طلعوا لقوا عندي 3 تواقيع على 450. قلت لهم عمي هاي 450، قالوا لا نريد 2,665,000. والله ما ماخذن. هسه مو مشكله، انا ضحيه واحد من هاي العالم العراقيين اللي طاحت عليهم مليارات الدنانير، مو مشكله. المشكله احنا ما نريد ماي، قلنا ولا نريد كهرباء، نريد وطن. وطننا انهان قبل بايام، قبل يقولون العراقي ادوا له تحيه بايام قبل دول الغرب. زين هسه لغوا الغذائيه وبقت 4 شغلات، هو الشكر والتمن والزيت. يا ريت بيحظ حشين نعمه الله. سبحان الله، اقول ليش هالشكل يسوون بينا؟ هاي الاحزاب ليش تسوي بينا؟ احنا باسم الاحزاب باسم الله انتم كلتونا وبكتونا، الى متى هالشكل هذا؟ واحد مسلط على واحد، واحد يبوق واحد، ليش هالبوق هذا؟ ليش يعني؟ ما اعرف ليش. احنا عراقيين، عراقيين اسمنا، اسمنا العراق اسم عالي، والعالي هو الله سبحانه وتعالى. واحنا والله منصورين، والله العظيم احنا فقره، واحنا مساكين وينصرنا الله. شوفوا انا يجي يوم من الايام تطلع الشمس على الحراميه، وبجهودكم ان شاء الله انتم العراقيين راح تطلعون الشمس على الحراميه. جهودكم قولوا ان شاء الله. طلعون الشمس على الحراميه وان شاء الله يصير الخير ويعم الخير من حلو وجديد ان شاء الله. لا تقولون شيء انتهى وراح، لا باقين. اتصاماتنا احنا موجودين وانتم موجودين، وان شاء الله كل خير يصيبنا. عمي احنا مطالبنا معروفه، لا اريد، مطالبنا كلش بسيطه، لا اريد كهرباء، لا اريد ماي، ولا اريد شسمه. احنا نريد راحه البال، يكون المسؤول يحس بينا، يحس بشعب هذا المسكين الكاتل الظلم والقهار. ها تريد من عندهم؟ معنا خلي يبقون بالعافيه اليوم، بس خلي يدورون بالهم علينا شويه، ويا خلي يحط، خلي يعطونا دولار نعم الله من هذا اللي يبقوني. تعيشنا بخير ونعمة الله، إذا من كل بالميل دولار أو نص دولار هم من عم الله، بس ما يصير لهالدرجة كلش. دخلات الدوار الجوار، ها؟ دخلات الدوار الجوار هي هنا المصيبة. احنا محاطين بآفات، الله وكيلك، دائر ما داير لنا آفات. يا السعودية بها حاضر، يا الكويت، إيران، تركيا، يا هم والله العظيم هم دمروا العراق، الله وكيلك، الدول الجوار ما يردون الخير لنا، الله وكيلك والله العظيم من قامة الساعة هم حاقدين. بسم الله الرحمن الرحيم، نوجه رسالة للعالم كله وللمسؤولين وللعراقيين كلهم. صار أكثر من 8 أيام معتصمين محافظة السماوة، ولم من الحكومة لم يستمع مطالبنا أو يلبي مطالبنا أو يتوجه أن رئيس حيدر العبادي أو البرلمان العراقي أو كل مسؤول بالدولة عم توجهنا ترى احنا عشائر، احنا السماوة عشائر، واحنا الان ما نملك غير هذا العلم العراقي. والله العظيم لولا هذا العلم ما نبقى ولا حتى الخير اللي بالعراق من وراكم ما اريده.
ادري ان هبتونا من جيتونا، ما تقل العراق بس لكم رحمه لوالديكم، انت حيدر العباده كلك واحد عراق حالك حال كل كل عراقي فقير بالعراق، ادري انت عراق واحنا من جايينك. صار 8 أيام شنو ما تلبون مطالبنا وشنو ما تجونا، انتم لو مو احنا انتم بقيتوا بالعراق؟ لو مو احنا طلع داعش؟ لو مو احنا عم عشيره الدرع بس 1000 شهيد؟ يا حيدر العبادي يا مسؤولين يا اعضاء برلمان ولكم اللعب استحوا قسما بالله، لو مو هذا العلم العراقي، لو مو كلمة الله أكبر، والله العظيم الروح الروح للدول عمي، الروح للدول هاي اللي مجاورتنا ونشتغل ونعيش ونعوفكم، بس هذا العلم، العلم والله عمي لو ما العلم ما نقابلكم ولا نريدكم، انتم ما تردونا، لا تردونا، صار 8 أيام كاتلنا الحر، كاتلنا الضيم، الضغط من السياسيين، الضغط من القوات الأمنية، الضغط الضغط الضغط، ملينا ملينا يا حيدر العبادة. عم تشبيك مع حيدر العبادة عندك مخله ولا يعني؟ احنا جاي يقول لك احنا عشائر، احنا عشائر، احنا عشائر، تفتهم شنو عشائر؟ عندنا مطالب سنة سنتين ثلاثة او 15 سنة، ملينا يا حيدر، اصحى يا حيدر العبادة، اذا عندك وطنية، اذا تريدنا عم احنا عم اسألك بالله، عمس بغريب مو ساقط؟ مو وصلناها للموصل رجعناها؟ يعني عندك شعب هيك عنده غيره ويطلع اللي تعدى على سياده العراق، ليش ما تحتضنه؟ انت ما جاي تشتغل ولا جاي تجد من الدول على مود تعيشنا؟ عمي مليارات الدولارات وين تودونها؟ وين تريد بها؟ ادري انت حاط عضو اعضاء مجلس محافظه، المن؟ المن حاط اعضاء مجلس محافظه؟ المن اعضاء مجلس محافظه؟ ما نريد اعضاء مجلس محافظه، نريد محافظ شريف، يعني بس المحافظ هذا يمثلها للسماوه؟ ليش عشائرنا وناسنا ومثقفينا ومحافظه 1000 واحد يمثلنا و1000 واحد عندنا شريف يجي مكانه ويخدمنا؟ يا حيدر العبادي يعني مو بس هذا المحافظ الله نزله وخلقه، مو بس هذا، ولا قائد الشرطه ولا اعضاء مجلس محافظه، اكو ناس عندنا عمي بس تستحي. يعني البارحه التقيت بواحد مدرس مدير مدرسه، قلت له انا اعرفه اعرفه حق المعرفه، ما اريد يحطنا ولا يعين، الحمد لله خير من عد خير من الله عد، والله ما تعين، شوف حفظ وجهي. قلت له استاذ انت ليش ما تستغل هاي الفرصه وتحاضننا وتحتضننا عفوا وتوقف ويانا؟ قال عمي انا ذا قاعد بالبرلمان وصوت لكم، اظل بس انا رافع ايدي والباقي كلها تنزل ايديها، لان كلها حراميه، ايش اصير انا؟ وين اروح؟ اطلع بالباب يقتلوني. حيدر العباد رحمه لوالديك، اذا انت رئيس الوزراء وتمثلنا نريدك تتوجه للسماء باسرع ما يمكن. صار اكثر من 8 أيام، الشباب والناس الكبار كل الطبقات هي محتصمه وثابته ومستمرين بهاي الاعتصامات، ويا حيدر العبادي من خلال الاعلام ما عندنا غير العلم العراقي. يا حيدر العبادي تراها محافظه السماوه، محافظه ثوره، محافظه غيره، داعش شوف شوف داعش وين وصلنا، شوف العراق وين وصلنا، يعني رجعنا العراق الى حيله. هسه شنو نريد؟ نريد مطالبنا حقوقنا. عم عندنا شهداء الى عشيره عدال عبس 1000، السماوه 1000، عشيره قليه 1000 شهيد، كل اثنين ببيت، الله اكبر، والله والله البيوت متروسه شهداء، والله يا عم اهل السماوه كفيكم العباس ابو فاضل، اذا تجي حيدر العباد عم انت تدرون. يلا وين دوركم؟ شنو قدمتوه؟ الشهداء انهملت، عوائل الشهداء انهملت، اطفال الشهداء انهملت، اعطونا حقوق اعطيتوها لعوائل الشهداء، خل واحد يجي يقول اعطينا لعوائل الشهداء واحده خلي يجاوب. اشكر الاعلام اللي متواجد، كل شكري وتحياتي واحترامي للاعلام اللي متواجد هنا وينقل الحقيقه، لان احنا سلاحنا انتم. الله وكيلك والعباس كفيلك، ما عندنا سلاح عمي، سلاحنا العلم وانتم يا الاعلام. عم حيدر العباده ما يدري يمكن، عم عليك العباس ابو فاضل، عليك الحسين نقله، وصل كلام الحيدر العبادي، عقيل سعد علي الجياشي.